أنا طبعاً مواطن من العراق، إدي ابن عمي مواليد 1983، متزوج وله 3 أطفال. كان يعيش حياة طبيعية جداً، وكان يمارس يعني حياته بكل نشاط وكل حيوية، وهو موظف في إحدى الدوائر الحكومية. فجأة بدأ يعاني من آلام في الرأس، هذه الآلام فترة بعد فترة بدأت تشتد عليه، ثم أدت إلى يعني الغثيان، وأحياناً يقع على الأرض نتيجة الآلام الشديدة. وبعد فترة أخذناه للطبيب، شخص أنه قال يعني مجرد آلام بسيطة، فطيناه بنادول ما بنادول. بدأت الآلام تزيد فترة بعد فترة، وحالته ساءت جدا. وهو في العمل يعني في إحدى في الدائرة التي يعني هو موظف فيها، وقع على الأرض، فبدأوا أصدقائه شالوه من الأرض ودوه إلى المستشفى. إحنا رحنا شفنا الحالة مالته، بعد التحاليل وسووا سونار اتضح أنه أكو حسب تشخيص الأطباء اللي في العراق، قالوا يوجد ورم في الدماغ. طبعا الحالة نتيجته أنه بدت رجلة اليمنى وإيدة اليمنى يعني شلل صار بي ما تتحرك، وفقد النطق على الكلام، القدرة على الكلام عفوا، فبدأ لا يتكلم أصلا ما يتكلم. قالوا هاي نتيجة أنه أكو ورم صاير عندكم بالدماغ، وهذا ورم قديم يعني أنتوا أصلا ما حاسين به. فلجأنا إلى تركيا، كانت إحدى الخيارات بتركيا. تركيا إحنا نعرف يعني متقدمة في مجال الطب، واستقبالها وعنايتها بالمرضى يعني من باب إنساني أولا، يعني ومن باب أنه خبرة ويعني عندهم إكسبيرينس بالموضوع. Sabri Bey bize Kuzey Irak'tan beyin kanaması geçirerek geldi. Geldiğinde durumu çok ciddiydi. Konuşması hiç yoktu. Sağ tarafın kolu bacağı tutmuyordu. Biz radyoloji kliniğiyle tetkiklerini yaptık. Ondan sonra DSA'sını yaptık. Beyinde kanama yeri olan aneurizma sapladık. Daha sonra da operasyonu aldık. Operasyon epey zorlu bir operasyondu. Aşağı yukarı 2 saat operasyonla kanayan yeri kapatıp kanamasını boşalttık. Ba'da khurucu min al-ameliyye, elhamdülillah ameliyye naçha 100%. Ve bida al-mariz yisti'id ba'd an-nutuk. يعني كان يعني أصلاً ماكو أي كلمة ينطقها، هاي الألفاظ بدأت تطلع منه، فكانت بشرة خير حقيقة. ويعني بفضل التمارين اللي كان يسويها اللي هي العلاج الطبيعي في ميديبول، بقينا تقريباً 8 أيام في المستشفى، كانت علاج طبيعي، وهذا العلاج الطبيعي فاد في رجوع بعض الحركة إلى رجل اليمنى. Çok güzel tolere etti. Ameliyat sonrasında da yaklaşık 2 gün sonra sağ ayağını basmaya başladı. Konuşması geri geldi. Saymaya başladı. Bu ameliyat çok ciddi bir ameliyatı başarılı bir şekilde geçirdiğinin bir göstergesi. Son kontrolünde yarası temiz, yardımsız tutunarak ayağını basabiliyor. Bu çok olumlu bir gelişme ama nihai işi 2-3 aylık rehabilitasyon ve konuşma terapisinden sonra belli olacak. Beyin damar hastalıkları çok önemli hastalıklar ve her yerde tedavi edilebilen hastalık grubundan değil. Bunun için multidisipliner ekibe ihtiyacımız var. Bir iyi bir anestezi ekibine, iyi bir yoğun bakım ekibine, iyi bir cerrahi ekibe ki o işin temelini cerrahi ekip yapmaktadır. Ama doğru tanı koymak için de multidisipliner ekibin en önemli parçası DSA dediğimiz anjiyo yapıp teşhis koyduran bölüm çok önemli. Hastanın bu kadar ameliyat sonrası başarılı olmasının nedeni ön tetkiklerinin iyi yapılıp doğru tanı konmasıyla alakalı ve zamanında uygun ekiple müdahale edilmesi. هذا تطور يعني جدا يعني مريح بالنسبه لنا، والحمد لله العمليه كانت ناجحه جدا، واحنا نشكر يعني الستاف ونشكر مستشفى ميديبول يعني على هذه العمليه وعلى العنايه الفائقه في المريض.